أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية الدكتورة سحر نصر أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء لجذب المزيد من الاستثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة بعدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب في مصر بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. وأضافت الوزيرة أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار والتي لم تنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه. وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار يتم مناقشته حاليا في مجلس النواب، داعية المستثمرين إلى تقديم أي اقتراحات تتعلق بالقانون.